طبعا انت بعد المجمع بتسعى على هاوي. انا هنا في المجمع وبس. المجمع كله لم برضه. كله ازاي يا سيدنا الاستاذ؟ ده انا يا دوبك شاري المطرح ده ودافع فيه 8 جراطين طين. تبيع جراطين ارض ببلدكو عشان تيجي تمسح جزمه في مصر؟ قول يا باسط مسلمها لله. رجلك التانية. تعرفش الاستاذ مدحت اللي شغال هنا؟ ايوه. اعرفه. بيلبس جزم من بلاد بره وبيخاف عليها من الورنيش المحلي. ربع جنيه. نص جنيه. هو مسح الجزمه دلوقتي بقى بنص جنيه؟ انت ما تعرفش؟ لا الحقيقه ما اعرفش. بس انا بمسح جزمتي بنفسي وجزم ولادي كمان. بس بعد كده بقى انا همسح جزم الجيران والشارع كله. هات الربع جنيه بانك راجل طيب. سلام. سلام يا محترم. ورنيش. ايه اللي انت عملته في النادي مع الولاد ليلة امبارح يا حيوان؟ والله العظيم ما حصل مني اي حاجة غلط يا سعادة الباش. زعلت البيه الصغير منك ليه يا ولد؟ ها؟ انا بعتك النادي بقى عشان تخلي بالك منه ولا عشان ترجعه البيت زعلان؟ يا سعادة الباش انا ما زعلتوش، انا كنت واخد بالي منه وعيني كانت عليه ما انا مشيتش، لكن هو اللي اتضير ورا ظهري وشبك لي ديه وانا مش واخد بالي. وبعدين يعني سعادته هو والاساتذة العيال اصحابه يعني هات يا ضحك وتريقي وانا مش واخد بالي. لما خدت بالي كشيت فيه بس وقلت له عيب كده يا سامح بيه، عيب كده. ما برضك يعني كل حاجه وليها حدود يعني يا باشا. حدود ايه يا حيوان؟ وماله انا بركب لك ديل؟ ما ابوك في البلد له ديل وامك في البلد لها ديل. سعاده الباشا خلي امي وابويا بعيد، لا يستر عرض. وكمان بترد عليا يا حيوان؟ دور نفسك مكتب. انتبه يا عسكري، انا هرجعك لوحده تاني عشان تتربى هناك وهخليك تبوس الجزم وتفقد مده يا حيوان. بره صف كلب. هو الاستاذ مدحت لسه ما جاش؟ اصل نسيت اقول لك ان عنده شويه تعب في المصران الغليظ وبطنه ماسكه من الميه اللي بنشربها. ميه ايه يا مدام؟ الميه زي الفل. انتوا هتتلككوا في الميه؟ ما تشوفوا انتوا بتاكلوا ايه الاول. الراجل بقى له نص ساعه في الحمام، لا يكون حصل له مخبوه ولا اغمى عليه. يا استاذ مدحت 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 شفاكم الله وعافاكم يا استاذ مدحت. فين يا اخي؟ حضرتك الاستاذ مدحت؟ لا انا مش الاستاذ ده. طيب انت زعلان ليه؟ زعلان عشان الهيفه قدامك الحاطه دي. يا استاذ يا حبيبي ده بيت الادب، بيت الراحه، لازم تدخل في هدوء عشان الناس تاخد راحتك. في اوروبا والدول المتقدمه يا مغفل. الله الله اسكت ساكت. في اوروبا والدول المتقدمه الناس بتدخل البيت ده على انغام المزيكا، على انغام المزيكا هادئه. انت عايز هنا مزيكا هادئه؟ لو في عقد وانصاف. يا استاذ مدحت تاني؟ يا استاذ مدحت ماما الغالية. لا عزيزتي ماما، عزيزتي ماما. يا استاذ مدحت شفاكم الله وعافاكم. استاذ مدحت استاذ مدحت وانت قاعد؟ لا هما قالوا لك راح فين؟ قالوا راح دورة الميه. وانت كنت هتدور عليه هناك؟ ده اخر فرصه عشان اخلص الشغلانه بتاعتي. شوف يا بلدينا انا قاعدين لك على السر. كيف يا سر؟ الاستاذ مدحت جه عايز قوي قوي ومحفلط على الاخر، لا يمكن يدخل دورة مية هنا. هو دلوقتي بره المجمع، حوالينا مباني فخيمة، دورة المية اللي فيها تشرح القلب الحزين. فعلا. المتمات اللي جوه اخبارهم ايه؟ محدش فاد عليهم يا سعادة الباشا. الله يفتح الباب. حاضر.
ماشي اصحى من النوم يا مادة دوية. انتوا فاكرين نفسكم نايمين فين؟ في اوضه نوم يا حلوه انت وهي؟ انتوا في مكاتب حكومه. قوموا. هات لي الجزء دي من المكتب. سكر على الشاي حتتين يا فندم. يا بني ادم قلت لك 1000 مره الشاي بتاعي عليه حته سكر واحده. ولا تزعق روحك يا سعاده البي، انا بشربه بحتتين. طب امشي روح هات شاي تاني. يلا. سيجاره؟ ما بتدخنش. انا بقى بدخن. انت مش عايز تمضي على المحضر ليه؟ انت كده معطره عرض القضيه على النيابه. انا ما اقدرش اتاخر على النيابه، بس امضي على اقوالي. امال دي اقوال مين؟ دي اقوالهم هم. انا يا دوبك خرطت على الفسق، خدشت الحياه، لكن اكتر من كده ما عملتش. وسيادتك عارف ان دي قضيه ودي قضيه، هي دي بقى الاقوال اللي همضي عليها. Where is that toilet, please? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ja, 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 ja. Almani, Almani, German. Where is German toilet? Was? Stupid. Schweinrupen. Scheiße. Schweinrupen. Sprechen Sie Deutsch? No, but we speak English. Speak English? Fine, indeed. Thank you. Where is the toilet, please? Just around the corner here. From this way, yeah? Yes. Thank you very much. Thank you very much indeed. Thank you very much. You're welcome. يا أستاذ مدحت، شفاكم الله وعفاكم. حضرتك الأستاذ مدحت؟ مدحت مين؟ أنا مش مدحت. لكن لو أنت عايزني أبقى مدحت عشان خاطرك أنت بس، هبقى مدحت قوي. مدحت خالص. مدحت جدا. مدحت جدا جدا. ليه في ايه؟ لا مفيش حاجة يا عم. حضرتك الأستاذ مدحت؟ لا يا سيدي مش الأستاذ مدحت. عايز ايه بقى؟ لا مفيش حاجة. أنت كنت بتعمل ايه؟ مش شغلك. يا أستاذ مدحت يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ إيه؟ إيه رايح فين؟ لا أنا داخل. داخل فين وتعمل إيه؟ مش هنا برضه وزارة الخارجية؟ هي دي وزارة الخارجية. طيب أنا جاي هنا عشان الأستاذ مدحت. مدحت مين؟ وبيشتغل في أي إدارة؟ والله اللي أعرفه إن اسمه مدحت، بس هو بيشتغل في الإدارة التعليمية في المجمع. هو جاي اصله عشان ياخد ماموريه وانا جاي عشان استعجله. نوع ايه الماموريه اللي جاي يقضيها عندنا؟ هو جاي ياخد حاجه. ايه هي الحاجه؟ هو ياخدي حاجته، هي بتتقال كده في اللغه العربيه، ياخدي حاجته يعني انا هقول لكم على كل حاجه بصراحه. الاستاذ مدحت اصله جاي هنا عشان يخش الحمام. الحمام؟ ايوه. طبعا حضراتكم عارفين ان حمامات المجمع فضيحتها بجلاجل. الاستاذ مدحت ابن ناس، ابن اصل، يحب يخش مكان عليه القيمه، نظيف. هيكون فين المكان ده غير هنا في وزارة الخارجية؟ هو كان بيشرفنا قبل كده. يا سلام. لكن الجامعة العربية لما عملت تجديدات شاملة، أيوة، بيروح هناك. وهي قدامك اهي. في الجامعة العربية؟ في الجامعة العربية. طب يا اخوانا احنا متشكرين قوي. العاف. مين؟ العاف. العاف.
طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ده ما حضراتكم اخوات، ها؟ اخوات انتوا بس مش عايزين تقولوا. مين فيكم غير التاني؟ كانت معنا يا سعادة الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. كانت معنا يا سعادة الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. كانت معنا يا سعادة الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. هند حضرتك يقولوا اللي يقولوه، وانا كمان من حقي اقول اقوالي، وحضرتك تسمعها وتكتبها. انا اتقبض عليا في مكان عام في كافيتيريا لوكاندا محترمه 5 نجوم. مش زي ما هو مكتوب في المحضر في شقه مفروشه. على مين الكلام ده يا بنت؟ من حقي اقول اللي انا عايزاه، والنيابه يا تاخد بيه يا لا. انما حضرتك عايز توديني النيابه ليه بحاجه ما عملتهاش؟ حضرتك هتكسب ايه؟ زميلتكم دي قلت الادب قوي، وزي ما شفتم بنفسكم غلطت، وده مش كويس عشانكم، وانتوا عارفين كويس قوي ان الحسنه بتخص والسيئه بتعم. لو اتربت كويس المحاضر القديمه كلها هتتقطع وتتكتب محاضر جديده، وتنظر فيها النيابه وتؤمر بالافراج عنكم. انت السبب يا ماما، انت اللي صممت اتجوز بنت اختك اللي سودت عشتي، لكن الله يسامحك عشان انت ماما، لكن هي لا. يا رب يا رب تتجوز واحد من بعدي يسقيها المر ويوريها العذاب الوان والوان. يا واد اسمع كلامي وقوم ترجعها علشان يسامحك، ده راجل شراني. انا ما غلطتش عشان يسامح، وبعدين يعمل اللي يعمله، انا مش هنزل لنفسي لاي مخلوق. يا واد اتصل باركان حرب المعسكر هيبعت 2 حرس يستلموك محبوس. اديني قلت لك وانت حر. امجع المحضر اعملي معروف، المعامله في النيابه زي الفل، خرجينا من هنا بقى. انتوا عارفين ان انا ما كنتش شغاله معاكم. ايوه يا حبيبتي كنت شغاله معانا، هو لازم الشغل يبقى على السراير عشان يبقى شغل؟ هند امجي على المحضر بدل ما تخرجي من هنا على نقاله. حد فيكوا يقربني. ماما كل هدومي تحرقيها. لا بلاش تحرقيها، ولعي فيها، ولا اقولك سميها. وعاوز اعرفك ان لو بنت اختك مشيت في جنازتي هيكون عذابي عذابين. وعاوز اعرفك كمان طريقة انتحاري انها طريقة السقوط من اعلى، وقد جاءتني هذه الفكرة من التلفزيون من فيلم بين السماء والارض. كم تمنيت ان يتعطل المصعد ولا اصل الى السطح، ولكن العجيب في الامر ان مصعد مجمع التحرير لم يتعطل، انه قدر.